أعزائي مشاهدي ومتابعي أبو كبير ميديا في كل مكان، النهاردة نحن في انتظار خروج جثمان طه من المستشفى. دقائق وثواني ويخرج جثمان طه محمد عبد العزيز ابن محافظة المنيا قرية طوق الخيل. دقائق ويخرج من المستشفى بعد توقيع الكشف الطبي عليه. كنا مع حضراتكم منذ قليل بنتابع معاكم وصول جثمان طه الى مستشفى المنيا العام بعد ان تم انتشال جثمانه من البئر في احد الاراضي الصحراويه بمحافظه المنيا بعدما سقط في البئر منذ 7 ايام. اليوم 7 على التوالي. ما زلنا مع حضراتكم بس حيا من امام مستشفى المنيا العام ودقائق يخرج طه من المستشفى من مشرحة المستشفى بعد ان تم توقيع الكشف الطبي عليه من قبل مفتش الصحة والطبيب الشرعي بالمحافظة بحضور النيابة العامة ومدير الامن. خلاص دقائق معدودة ويتم استخراج جثمان من المستشفى. سوف يتم تشييع جثمانه بعد دقائق إلى مقابر الأسرة. وصلت سيارة الإسعاف اللي هيتم حان الآن جثمان طه يخرج من المستشفى. يطلع بسرعة بسرعة. زي ما احنا متابعين معاكم
جثمان طه يخرج من المستشفى الآن جثمان طه يخرج من المستشفى بعد توقيع الكشف الطبي عليه. شهيد بيه ريان المنيا. أعزائي المشاهدين، زي ما احنا متابعين مع حضراتكم، سيارة الإسعاف نقل الموتى تدخل إلى المستشفى. الآن خروج طه من المستشفى. الإسعاف دخلت إلى المستشفى تنقل عثمان من المستشفى إلى مقابر الأسرة قرية عزاقة تبع مجلس قرية طوخ الخيل لمركز المنيا محافظة المنيا. كبير ميديا في كل مكان. الجميع يغادر أمام المستشفى. الجميع يغادر أمام المستشفى لتشييع جثمان بمقابر الأسرة.